السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي الاخوه، عندكم قناتكم قناه بي بوبجي تي في. المهم اليوم الدراري عندك المره الطريقه اللي زاهيه بزاف بزاف، وجاوني شي اسئله ملي درت لكم الفيديو للربح تايم. ملي درت لكم اخوتي ديك الفيديو جاوني شي اسئله، قالوا لي خاي زهير، شي دراري قالوا لي خاي زهير واش علاش ما كتكلمش على الحمله اللي منظمينها بزاف ديال الاشخاص على حساب الشركه ديال الكارينا. اخوتي اخواتي كما كتعرفوني انا الهضره ديالي قرطاس، الهضره ديالي قرطاس، ما كنتم عارفين. المهم هاد الحملات في حدو ما كيكونوا غير لسبب مصلحتهم، ما مثلا مصلحه شخص واحد تما السيد كيسال على مصلحته كيدير دي الحملات كدا وهادي كيبدا يهدو الشركه وكدا غادي الهاك وزيد وزيد. المهم كاين بعض الاشخاص في ديك الاول يعني كنا كنشوفوا الحملات كيجي كيبداو غير فتحوا الاسرار ديال السيرفرات، كيجي لعندك الشركه تقارني كتقول لك لا صافي حبس شنو خاصك. المهم كيبيعوا الماتشات وكيبداو يحرقوا جواهر. دابا اللي كتشوفهم كيحرقوا جواهر ماشي مجيبهم اخوتي، راه شركه كارينا هي اللي كتعطيهم ديك الجواهر، واش فهمتوا؟ هادو هما كاملين بيهم كاملين نظموا حمله، وملي شافوا شركه كارينا بلي هاد الحمله مثلا بغات تفتحهم ولا بيبان اللعب العجيب وتبان الحقيقه في الدقيقه كتقولوا لهم حبس، يقولوا لهم حبس ها واحد تاعك كاش اللي خاصك جواهر، ها جواهر خونا في الله كيصبح يحرق لنا جواهر. المهم فهاد الاخر قام شي شخص ثاني ما نجبدوش الاسماء دا واحد فيهم ان شاء الله بهاد الفيديو، ما نجبدوش واش نقول هاني ترانكيلو مع راسنا فهمتوا. المهم قام شي بعض الاشخاص قاموا عاوتاني كيحيحوا، علاش قاموا يحيحوا؟ هادو ما داخلين في الشركه ديال هذيك، قاموا كيحيحوا حيت شبعوا فهمتي، شبعوا اللي شبعوا قاموا كيحيحوا غير على واحد الرقصه كيما قلت لهم طاور واحد الشخص وما طاوهاش ليهم هما، قاموا هما كيحيحوا قاموا كيقولوا حنا مع الحمله هادشي ماشي عاد صافي شنو خاصهم؟ خاصهم ديك الرقصه باش فهمتوا اخوتي، خاصهم ديك الرخصه وصافي. هادو اللي قاموا كانوا داخلين مع الشركه ديال كارينا وحاليا كيقولوا لك لا حنا مع الحمله لا حنا مع كدا، راه اخوتي هادو هما خاصهم غير ديك الرخيصه توصل لهم وصافي، ما يفضل ما كاين لا حمله لا يرجع يحرق عليك السكينات ويحرق عليك جواهر. وانا حرقت 10000 جوهرة، وانا حرقت 20000 جوهرة، وانا 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 هادشي اللي كاين على الحملات. انا علاش ما كنبغيش نهضر عليهم اخوتي؟ حيت انا عرفت الستوري كيفاش كدز اخوتي، بلا ما نحمق راسي مع شي واحد ولا عكعك مع شي واحد اخوتي. انتم انا مع الفيديو كنقول لكم اخوتي اخواتي راه هاد الحملات هادو ما كيكونوا قليل 1% اللي يقدر يهضر على مصلحتك ولا مصلحتي ولا هادي، كاملين بهم كيوصلوا لواحد المستوى وكيبيعوا الماتش، هادشي اللي كاين اخوتي. وانا كما قلت لكم الهضره قرطاس. المهم خلينا هادشي كامل اخوتي اخواتي بعدا نبداو في المواضيع اللي كنا ماشيين على بعدا واللي هتكتبوا لها اخوتي. المهم ثلاثة الاشخاص اللي عرفوا الكومنتير ديالهم اكبر عدد اللايكات عن شحال 100 جوهرة الواحد. وخوتي خواتاتي الاشخاص اللي فازوا معنا بالفيديو ساخرين اللي كنت وعدتكم بهم، ان شاء الله قريب قريب غندير لكم فيديو مختص لديك الناس هذوما اللي فازوا معنا باش نوزع عليهم الهدايا ديالهم ونشحلهم كاملين ان شاء الله 100 جوهرة الواحد. واللي وعدتو ب 500 غنشحلهم 500، واللي وعدتو ب 100 غنشحلهم ب 100. المهم اخوتي خليكم معنا وما تمشيو فين غير ما تمشيو فين. خوتي خواتاتي الى كنتو لي اول مره كتشاهدوا قناه بي بوبجي تي في ما تنساوش تنزلوا لتحت وتشتركوا معنا وتفعلوا خاصيه زر الجرس باش يبقى يوصل لك كل ما هو جديد قناه بي بوبجي تي في. يلا خوتي خليكم مع المقطع ونكملوا الحكايه ديالنا العشره. المهم الدراري رجعت لكم من جديد وكما وعدتكم في اول فيديو قلت لكم الدراري راه الفيديو غيكون زاهي زاهي. والمهم كما قلت لكم راه ديك الحملات وديك الشيء راه قليل في كيكونوا شي حملات هدايا كيكونوا برو زعما كيهضروا على هذا الشيء. المهم فهاد الاخر شفت واحد الدري نسيت الاسم ديالو سبحان الله، نسيت تنسى لي الاسم ديالو غير دابا اخوتي، نظم واحد الحمله تبارك الله عليه والله العشره لك هذاك زعما ديك الشخص هذاك ماشي زعما كما غيبقى لا هذيك راه ان شاء الله غيكون شي تاول ديال الخير والله العظيم الدراري غيكون شي تاول ديال الخير. المهم اخوتي خلينا ماتشي هذا كامل وكما قريتو اخوتي في العلوه كيف تحصل على رقصه العرش بدون تهكير فري فاير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا نعطيكم بعض الافكار وبعض الطرق ديال كيفاش تجيب جواهر بعدا هي اللوليه، وعادي يمكن لك تحصل يا صديقي على رقصه العرش بدون تهكير فري فاير. صديقي انا ما نقولكش مجانا بدون تهكير فري فاير يا صديقي، كاين بزاف ديال الطرق وكاين بزاف ديال التطبيقات وكاين بزاف ديال الاستراتيجيات اللي يمكن لك تحصل عليها ماشي غير على رقصه العرش، تحصل على عديد من الاشياء اللي متواجدين في هذه اللعبه فري فاير بدون تهكير. المهم اخوتي كما وعدتكم انا وكما عيت ما نقول لكم اخوتي راه هادشي ما كاينش بالتهكير، راه ما كاينش اخوتي مثلا رقصات بعض الاشياء راه ما كاينش. والعشران راه كاين بعض التطبيقات اللي واري واري بزاف بزاف اللي كيكونوا كيعطيكم بطاقه جوجل بلاي وكيمكن لكم تشحنوا بهم في جوجل بلاي وتحصلوا على
الجواهر عن طريق فري فاير. المهم اخوتي شوفوا هذه الرقصه خوتي اخواتاتي، انا مع الحمله، انا مع الحمله العاشره، راه ما نشري لا رقصه دابا لا حتى شي حاجه، ما خسروا حتى شي حاجه ان شاء الله، اخسروا شي جواهر العاشره صافي، غنوقفوا غنديروا واحد الحمله ان شاء الله. دا واحد الدراري ما يخسر جواهر صافي، خليوا هاد فري فاير تشوفوا واش انت دير معانا شي التاويل ديال الخير. كما كتشاهدوا هذه هي الرقصه، وضافوا لنا هذا الروبو، وضافوا لنا بعض الاشياء، وقال لك عاد تجي شي شخصيه، ماشي شخصيه هيدي، قال لك عاد تجي شي شخصيه اللي زوينه، قال لك عاد تدخل في التحديث اللي جاي. المهم بعض الاشياء اللي كيضيفوها ما بيهاش يا اخوتي يا اخواتي، ماشي زعما، وانما الاسعار، الاسعار الاسعار يا اصدقائي، كنتبهوا الاسعار يا اصدقائي، الاسعار زايده زايده بزاف. المهم الاسعار ديال الشيء ده، الشخصيات راها زايده، كاين الاسعار في الدول الاجنبيه راه كما كنشوفوا اخوتي راه التخفيض كيتم عندهم بواحد تقريبا اخوتي واحد 50% اللي زايده حنا عندنا هنايا في هذا اللعب العجيب، وما عندهم اللعب العجيب ديالنا. المهم اخوتي خليكم هادشي هذا بعدا كامل، وراه كاين واحد التطبيق غنخلي لكم ان شاء الله في الانستغرام، والانستغرام ديالنا اخوتي اخواتاتي غادي تلقاوه في اول تعليق، غادي تعطوا ليه العشره تاكيوني تما بالانستغرام، وان شاء الله غنجيب لكم واحد التطبيق اللي واعر، وغنزيد نفسر لكم التطبيق اللي شرحت لكم هذه الربح ثاين، بزاف ديال الدراري دخلوا ليه وشافوه وعرفوا التعكعيكه كيفاش هذاك. المهم ان شاء الله في الانستغرام الدراري غنزيد نشرح لكم مزيان بالتفصيل، باش ان شاء الله انتم تحصلوا عن طريق التطبيق اللي شرحت لكم وصادق 100%، باش تحصلوا انتم ان شاء الله على بطاقه جوجل بلاي وتشحنوا فري فاير. ولكن اخوتي اخواتاتي ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا خاصيه زر الجرس باش يبقى يوصل لكم ديما الجديد، وفوقاش ما ندير شي مسابقه على قناه بيبوجي تيفي، علاش الجرس، الجرس مهم باش يوصل لك الفيديو يا صديقي، انت الاول يا اسطوره. المهم اخوتي اخواتاتي السلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد.